تم منذ حين الاحتفاظ بثلاثة أطراف منهم سامي الفهري والمنصرفة القضائية وكذلك وكيل الشركة. اليوم العشية معنا هذه النيابة العمومية بتاريخ معنا مساء هذا اليوم باتخاذ يعني جملة من القرارات أهمها تحجير السفر على الفهري وزوجته والأبحاث ما زالت متواصلة. نعمل أنكيت تبدأ هكا صب مزبرة ياسر نعمل كي تشك 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 اللي انت نسمة انا نعتبرك ميليشيا جيتني تعتدي على داري سي